مرال دي بوغوسيان، كمان نحن اليوم مسؤولين ناخذ منك هاللوحتين بعد ما اتفق البرنامج انه يشتري منك هاللوحتين خلال فتره الحجر. وهي دكتور بسام بده يعلق على الموضوع، ومن ثم ناخذ رايك وناخذ فكرتك عن اللوحتين، يعني تعطي فكره انه شو رسمتي. تفضل بسام. انا بدي اقول كمان مبروك انه مرال نظمت لمجموعه World Art Collector، وعملها اللي عم تتابعهم من زمان احياء بوش حمود تجربه مهمه. حكينا عن هاللوحتين، وشو شعورك انه البرنامج اشترى منك حقيقه؟ يعني what do you think؟ انا كثير مبسوطه انه البرنامج World Art Collector Incubator صار عندهم بمجموعتهم من لوحاتي. هاللوحات يلي هن نموذج عن اللي انا بسميهم urban cityscape او suburban cityscape، يعني مناظر من بيروت وضواحيها يلي هن كتير حبيبين على قلبي هالمناظر، لانه انا بتأملهم وبرسمهم من انا وصغيرة. مرال بدي، انا عندي سؤال نهائي، هولي بينحطوا بلزق بعضهم او فوق بعضهم او فيهم ينفصلوا هاللوحتين؟ لا هن مع بعضهم، لازم يكونوا هيك مثل ما عاملينهم، لازم يكونوا حد بعض، ممكن يكونوا فوق بعض بس احسن يكونوا حد بعض، يعني مثل التوأم اللي ما لازم ينفصل عن توأم. صح، ديبتيك ديبتيك. ميرسي، وان شاء الله دائما بنشوف اعمالك معنا، وللمجتمع اللبناني والعربي يضل يطلع على اعمالك. ميرسي، ثانك يو.